مثل ما قلنا في بدايه الحلقه اليوم راح يكون ضيفنا الفنان الشاب عبد العزيز العامير راح نتكلم معه عن خطواته في مجال الفن ما بين الغناء التمثيل وايضا هو ناشط في السوشيال ميديا حياك الله عبد العزيز منورنا اليوم الله يحييك ويسلمك والنور نورك واشكركم على الله حياك <سؤال> الله عبد العزيز، <سؤال> يمكن في هذه الفترة أنت مشغول في تصوير مسلسل مع نجوم وكبار أمثال عبد الرحمن العقل وأيضاً عبد الناصر درويش، كلمنا وعطنا تفاصيل عن هذا المسلسل. طبعاً مسلسل بطبيع حق إن شاء الله رمضان 2017 مع نخبة من النجوم أستاذ عبد الرحمن العقل أستاذ عبد الناصر درويش وغيرهم من الفنانين. والعمل وايد مقدم كوميديا دسمة. نعم آه كافي ان النجوم كافي النجوم صحيح. يعني من ناحيه الكوميديا معروفين دائما في طابعهم الكوميدي طبعا آه الجميل، آه شنو شخصيتك ودورك في هذا المسلسل؟ آه شخصيتي الكل ينهش فيني من قصب. <applause> آه شخصيه يديده آه الكاتب معطيني اياها بشكل وايد حلو، قدم تحيه الكاتب محمد الكندري وجه تحيه نقدر نقول شوفوها رمضان شيء جديد شيء وايد حلو مع طبعا راح نلعب دوتو مع فرح هادي نقدم لها تحيه وراح تشوفون ان شاء الله مفاجاه بالعيد حلو يعني يعني دائما في رمضان وخصوصا يعني موسم رمضان تصير المنافسه جدا شرسه ما بين المسلسلات لان يعني الكل يبحث عن التميز لكن لما يكون مسلسل طابعه كوميدي ومبين انه يعني النجوم اللي فيه يعني لهم لهم ثقلهم وتاريخهم okay. الفني وايضا يعني محمد الكندري الواحد يشهد له في كتاباته. Okay. شنو توقعاتك لهذا المسلسل في رمضان؟ توقعاتي خصوصا للكاتب عشان خالك؟ عشان خالي؟ <تصفيق> <تصفيق> عشان لا مني آه ان شاء الله كلنا ثقه فيه وكل رمضان آه قاعد يتميز عن الثاني <applause> والعمل آه كتابته بنتاجه بنجومه ان شاء الله يعني ياخذ حقه حقه بال بالمضام وبس طيب الطابع الكوميدي دائما اي شخص او اي ممثل يخوض مم. مجال الكوميديا في التمثيل يكون عنده هذا النوع من التخوف انه ممكن الجمهور ما يتقبلها يعني مم. في شعره وايد بسيطه ما بين الكوميديا وما بين شخص ما حد راح يهضم اللي مثلا القطات اللي يقولها او التصرفات اللي هو يقولها ما عندك هذا النوع من التخوف والله شوف انا بنت شو ما قاطيني شوي بعيد عن الكوميديا اوكي قاطيني ان هو عمل كوميدي بس تقدر تقول ان الحبكه ان شلون هذا طالع مو كوميدي معطيني شوي دور جد بس عندي في حين ثلاث حلوين ترى حلوين ان شاء الله بياني. يضرب ان شاء الله ليش لا <applause> الفيهات عاد بالغالب المسلسلات اللي يكون في ممثل اللي تكون عنده فيهات بالغالب هي اللي تمسك مع الناس تلقاهم طول طول رمضان وطول اي موقف ما انه هو يصير هذه اللفهات يمسكونها وياهم انت عندك في ولزمه في المسلسل ولا لا؟ لا لزمه لا ما عندك ما عندك لزمه؟ سوي لك لازمة دام بعد ما خلص التصوير والله <applause> <applause> ما في لزمه لحد الحين <applause> بس ان شاء الله في في ليش لا؟ تمام <applause> <applause> خل لجانب ثاني، جانب آه الغناء. جانب آه آه مشكلة مشكلة بلشت <applause> بلشت بلشت فيه مع اغنية آه للفنان القدير بلبل الخليج نبيل شعيل. اغنية آه يا شوق من آخر آه البوم للفنان نبيل شعيل. آه رد رديت غناء هذه الاغنية لكن آه ونزلتها في اليوتيوب آه سمعتها اللحن شوي مختلف مختلف آه <applause> كلمنا عن هذه التجربة. آه اغنية يا شوق من اول ما سمعتها وايد شدتني فصارت صدفة يعني ان قاعدة الديوانية شباب استديو اوكي يلا يلا رحت سجلتها فقلت ان ابي اتميز ان نبيل شعيل وفنان بدر شعيبي اوجه لهم تحية مغنينها فقلت ان انا بعكس الموضوع وانزلها بتوزيع جديد فالحمد لله سويتها بالبداية كنت ابي اخليها حقي بس بس في ناس معاه قالوا لا عزوز حرام نزلها فقلت خلاص منزلها منزلها كان نزلها يوتيوب والحمد لله وصل فيه وايد حلو الحين 30700 فيوز لي اليوم خلنا نسمع جزء من هذه الاغنيه ايش رايك مانك انت تحب هذه الاغنيه حاضر ليش لا تمتع بالاغنيه انا هذه الصراحه كل لحظه يا الغالي تفوت أشتاق لك صورة وصوت يا رب بدعي ترحمة مات اللي طيفة ما يموت لما يموت مات اللي طيفة ما يموت يسلم الصوت يعطيك العافية عبد العزيز يمكن أنت من الناس اللي خذيت هذه الخطوة في الغناء بطريقة شوي غريبة من كنا نتاخذ أغنية لفنان كبير ومعروفة وخذت نجاحها وسطها ورديت بلحن وتوزيع جديد لهذه الأغنية ليش ما اتجهت لموضوع موضوع أن يكون عندك أغنية خاصة فيك سينجل تنزله حتى لو كان في اليوتيوب أو في السوشيال ميديا بما أن أنت ناشط في السوشيال ميديا بالبداية تقدرين تقولين أن تخوفت من السالفة هذه لانه تقدرين تقولين أن منافسة قوية أن مثل نقول صوت جديد على الوسط فبالبداية خفت قلت ليش أغامر وأنزل سنجل كذي فقلت انه أمشي أغنيتي يا شوق باليوتيوب ومن عبر سناب شات والإنستغرام وإذا شفت انه إقبال حلو عليها أنزل سنجل ليش لأ بس الحمد لله يعني حاليا ان شاء الله في شيء جديد حلو يعني شنو راح تكون خطوتك الجايه في الغناء خطوتي الجايه طبعا هم راح اسوي نفس السالفه راح انزل اغنيه واعيد توزيعها متى الناس تسمع السنجل حق عبد العزيز السنجل ان شاء الله قريب باذن الله اوكي عطنا تفاصيله اليوم موعدي مع الاستديو اليوم اليوم موعدي مع الاستديو عسى الله يوفقك ان شاء الله عبد العزيز ما انت يعني حاب هذا المجال وانت الامانه بعدك طالب، مم. يعني هل ان شاء الله لما تتخرج بتكمل في نفس المجال التمثيل والغناء والفن ولا بتخليها موهبه على ما انت تاخذ لك شهاده ثانيه في هذا المجال؟ والله يعني ما نقدر احنا نحكم من الحين مم. يمكن يتغير كل شيء، بس بالبدايه يعني حاليا لا حاطط ان شاء الله بس اتخرج المعهد العالي على طول. ان شاء الله. إن شاء, الله. ان شاء الله اكيد آه يمكن الحين السوشيال ميديا قاعده تصير آه سلاح ذو حدين للفنان بمعنى أغلب الفنانين قاموا يستخدمونها لصالحهم ينشرون من خلالها اخبارهم ينشرون من خلالها مقاطع آه اذا كان فنان ومطرب آه اغانيه الخاصه آه بصوته هل قاعده تشوف ان أنت استخدامك للسوشيال ميديا قاعده آه تنفعك في هذا المجال ويعني بما انك تناشط في هذا المجال شنو تشوف الموضوع معك وايد فايدتني وايد يعني شلون يعني قاعد تستخدمها اول شيء؟ استخدمها من ناحيه تصوير يوميات، انا بالبدايه ترى صو... يعني يوميات وايد جابت سناب شات. أه بعدين أه قعدت اسجل مقاطع شي بالبيت انه انا اغني. أه قعد انزلها وانا واحد من الناس ترى وايد اخاف من ردود الناس، بالبدايه كنت وايد يعني اخاف من السوالف. بعدين لا الحمد لله كل ما انزل اغنيه قاعد اشوف الكومنتات، يعني كل تقريبا خمس دقائق قاعد ادش اسوي ريفريش واشوف التعليقات. <applause> فالحمد لله وايد اراء حلوه و تقدرون تقولين ان انا مستخدمها يعني حق راي الناس الفيديوهات طيب عبد العزيز عندك نقطة يعني لاحظتها في أكثر من مرة قاعدة تقولها عندك تخوف من ردة فعل الناس بأي شيء أنت قاعد تسويه وهذا الشيء ممكن أنه هو يأثر بالفنان لأن شيء طبيعي أن أنت في يوم من الأيام راح يكون عندك مثلا دور ما يعجب ما يعجب الجمهور أو أنك أنت تصدر أغنية ممكن ما تعجب الجمهور وغيره شلون ممكن أنت يعني راح تتعامل مع ردات فعل الناس والله حاليا انا يعني تقدر تقولين يعني ان اراء الناس وايد قاعد تساعدني ان اوخر الخوف وقاعد تشجعني وايد و هالسوالف هذه تقدر تقول ان قاعد احاول يعني تشنها مو فيني بس هي إيه فيني يعني ما ما انكر هالشيء بس حاليا لا قاعد اتجنبها وقاعد اقدم شيء لي هل ممكن انت تاخذها وتطور بالعكس تطور من نفسك فيها من خلال هذه التعليقات اللي ممكن تكون عندهم قد تكون صحيحه؟ اكيد ليش لا؟ يعني هو ش... هو من ناحيه انه شيء يطور يطور تقدرين <applause> تقول انه دافع أه حتى لو شخص شخصين ثلاث بس انه يعني ما أعطيني وقتهم انا هذول الاشخاص اللي يعطوني وقتهم ما راح اقصر معاهم شيء ولا راح انساهم اصلا كل فنان دائما ما يكون عنده وبالاخص اذا كان فنان تو مبتدئ دائما يكون عنده اشخاص وفنانين ومطربين يحب انه هو يقتدي فيهم من خلال آه اختياراتهم آه في الكلمات الاغاني الالحان او حتى الثيم اللي متعارف عن هذا الفنان منو اكثر المطربين اللي يعجبونك اسمع لهم دائما هذه معروفه اعتقد كل اللي تابعني يعرفهم اول واحد عبد الله رويشد سفير الاغنيه الخليجيه ابو خالد ما حد يختلف على ابو خالد هذا ابو أه خالد اكيد وايد احب اغانيه وايد احب الحانه كلماته وايد يعني كل ما اسمع ابو خالد اروح اغني يعطيني باور اي خلينا نسمع شيء من ابو خالد ما سمعتنا شيء من ابو خالد عاد شيء قديم شيء قديم اسمع له قديم ولا لا انا كله قديم اي طبعا من زمن وين رايح وين معزه وهذيل انا <applause> في موال اذا طق المطر يلا yeah. اذا طق المطر والردع عشب اخضر وسط حوشك تذكرني اذا صار ورجوري صار الورد جوري على قصونك تذكرني إذا زاد الهوى إذا زاد الهوى وانشدت حبالك على خيامك تذكرني وخلي مرة على بالك يعطيك العافية يعطيك العافية يمكن عبد العزيز ساعات الواحد دائما ما يحاول أنه هو ينتقي لاختياراته سواء كانت إحنا كمستمعين دائما ما ننتقي الفنانين نسمع له مم. وحتى الفنان دائما ينتقي الكلمات اللي تناسب جمهوره وغيرها أكيد. هل انت مع الفنانين الشباب اللي ممكن انهم يروحون لاتجاه الاغاني اللي قد تكون سريعه والدارجه اللي تكون فيها فيهات وغيرها اللي ممكن هي تساهم في انتشاره هو والله حاليا اللي ماشي هذا هو اللي قلتي عنه مم. بس انا كلش ما هذا الشيء ما قلتش ان انا يمكن اتابع عبد من زمان <applause> فلما رحت حق واحد قلت له انه أقدم اغنيه كلمات كان يقول لي هذا ما راح يمشي قلت له ليش؟ يقول يعني انه في فيهات وفي كيت كيت وشبهني بكذا فنان قال لي شوف فلان شوف فلان شوف فلان, فلان. سووا نفسهم فقلت له ان انا ما عجبني شيء انا يعني وايد احبني وايد احب ستايل مطرف المطرف <applause> آه ستايل عبد الله رويشد الاغاني اللي لما تسمعينهم ما ادري يمكن بضل. بس انا ولا ما ادري الكل معاي ما ادري <applause> عمر الاغنيه دائما ما تكون طويله الامانه بالاخص اذا كانت الاغاني القديمه احنا دائما ما نحب ان احنا نسترجع هذه الذكريات مع الاغاني بعكس الاغاني اللي قد تكون سريعه ممكن يكون نجاحها حالي لكن ايضا تساهم في نجاح الفنان الشاب عسى الله يوفقك ان شاء الله عبد العزيز العميري سواء كان ما بين التمثيل والغناء عسى الله يوفقك ان شاء الله في دراستك يعطيك العافيه على وجودك اليوم الله معنا عافيت. شكرا لك اليوم راح أوه. تكون متواصلين معكم في فقراتنا اكيد لي وموضوع التدفق المالي والادخار المالي مع ضيفنا من بعد هذا الاستديو